تشاهدون في هذه الحلقة. القطاع السمكي ثروة مهدرة في بلد فقير. بحار عدن خصوصية المكان وجمال الطبيعة. رانيا الحمادي إعلامية مهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والأخبار والفعاليات التي حصلت خلال الأسبوع. ابقوا معنا. اطلع وزير النقل صالح الجبواني على المرحلة الثانية من التدخل الإسعافي بمطار عدن الدولي. المشروع يأتي في إطار الجهود الحكومية لاستكمال عملية تأهيل مطار عدن، وبالتزامن مع وصول فريق فني من التحالف لتقييم مدى جاهزيته لاستقبال 8 رحلات طيران محلية يومياً. انعقدت في العاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية في مجال الحرف اليدوية للمطلقات القاصرات تحت شعار لم أكبر بعد. الدورة نفذتها وعلى مدى 5 أيام مبادرات محلية بتمويل من منظمة اليونيسف، وهدفت إلى إكساب المشاركات مهارات في مهن حرفية تساعدهن على مواجهة ظروف الحياة وتمكنهن من سبل العيش الكريم. تسلمت وزارة الصحة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن 500,000 جرعة لقاح فموي ضمن جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة مرض الكوليرا. وخلال عملية التسليم أكد وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر باعوم حرص الحكومة الشرعية على مواجهة كافة الأمراض والأوبئة التي تفتك بحياة الناس وفي مقدمتها الكوليرا، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق حملة تحصين جديدة مطلع الأسبوع القادم في 4 مديريات بمحافظات عدن والضالع وتعز. بين شبكات فساد وقرصنة يوشك القطاع السمكي أن يتهاوى لولا مساع حثيثة من الدولة في ظل الحرب الدائرة في اليمن. أمام واقع يطوي بين جنباته تعقيدات كثيرة، ما يزال الصياد اليمني يكابد حياة قاسية محفوفة بالمخاطر في مهنة لم تعد تدر من الدخل الكثير. الصياد يتكبد هموم داخل من البنزين ومعاناة البنزين، البنزين أوقات ينقطع من شهر من نص شهر، تمام؟ ويتكعف يعيش الجهالة ويعطي الغبالة جاب حوت. يطالعوا عليه ل40 ولا ل50 وعاد قال للصياد نقص لي، يعني كانه يشن ناصفه من الصياد، ما يستويش هذا. انا شفت انا معين حتى الباغه يعني يشتريها ب20 مثلا 80 سله ولا كم، قال لا اعطيني سلتين. الصياد ليس مرتاح، الصياد هو اكثر ديون بترول، مدين بترول، مدين شباك، مدين حبال، مدين. اللهم أن الصياد يرتاح في هذه الشهور، في شهر 7، في شهر 8، في شهر 9، لا شهر 12. توجهات دعم سبل العيش في المجتمعات الساحلية وإنعاش القطاع السمكي تواجه على ما يبدو عراقيل شائكة في بلد لا يزال تحت نيران الحرب المشتعلة. جابوا قوارب معددة قبل فترة 5 من 7، عطوا اللي يشتوا، عطوا كل 4 أنفار قارب من 3 أنفار. هل ده يستحق هذا الصياد؟ هو يقطع له يعني 3%، سنين قطعنا له. بعض أحيانا تجي تحصل الصيد موجود، بعض أحيانا تحصل الصيد يعني مش موجود، بعض أحيانا يعني حظي نصيب، يعني إذا لك إنه مكتوب لك الرزق تحصله، إذا مش مكتوب لك تروح 8 9 10 الدباب هذه كلها فاضي. التراجع الكبير في الإنتاج السمكي خلال الأعوام الماضية هو نتاج سياسات خاطئة تعمدت إبقاء هذا القطاع الواعد خارج وظيفته السيادية، وجاءت حرب الانقلاب في العام 2015 مكملة لتدمير ما تبقى منه. الخيصة بالذات ما يعطوها أي شيء، صيادين الخيصة ما يعطوها أي حاجة، لما نجي نطالب بحقنا يقولون لنا حقكم شلوه. طيب من شله؟ من شله؟ طار؟ من شله؟ كل واحد يوكله، كل واحد يشله على أخوه.
لازم حل، لازم حل هذا، لازم حل. لازم عدات للصياد هذا او للضبحان هذا من شان نحرك نفسه، من شان احنا نمسكه ثاني مره. وين وديت هذا اللي دعموك ياته؟ لعبت به؟ الدوله دعمتك انك تعيش كهلك بحسب شهاده الصيادين انك كنت ضبحان والدوله مدتك. لو يرجع ثاني مره نشتي دعم نحن نقول له نحن استقمنا للناس وكلمناهم عليك انه الشخص ذا ضبحان ورحت بعته مش مستحقه عاد. نطالب الاخ الوزير وزير الثروه السمكيه ان ينزل نزولا الى محافظه عمران الى منطقه عمران، ينزل الى منطقه الخيصه، ينزل الى الضربه، يشوف حاله الصيادين، يشوف وضع الصيادين، على الاقل ان تنزل ينزل الانخفاض عليهم. الان اصبح الصياد الان متراكمه الديون عليه. تتركز الجهود الحكومية خلال المرحلة القادمة على تشجيع الاستثمارات السمكية وزيادة وتيرة الإنتاج والصادرات في محاولة لإنقاذ تدهور الاقتصاد الوطني، غير أن واقع الحال يشير إلى عدم مقدرته في وضعه الراهن على تحقيق المأمول منه. يرحب بالأستاذ فهد كفاين وزير الثروة السمكية اليمني، أهلا ومرحبا بك اليوم أستاذ فهد معنا. بداية سيادة الوزير، كيف تقيمون قطاع الثروة السمكية بشكل عام بعد الحرب الأخيرة التي خاضتها اليمن؟ شكرا جزيلا لقناة بلقيس وللفريق على إتاحة هذه الفرصة. وفيما يخص القطاع السمكي، القطاع السمكي في اليمن قطاع واعد وأساسي. احنا في اليمن نمتلك اكثر من 2500 كيلومتر من السواحل، ايضا اضافه الى اكثر من 150 جزيره. هذه السواحل وهذه الجزر تمتلك مراعي ومخزون سمكي كبير وواعد. حوالي 100,000 صياد في اليمن يعملون على 29,000 قارب صيد تقليدي. اليمن كانت تحتل المرتبة الأولى عربياً في مرحلة من المراحل، ولا تزال متقدمة في هذا الجانب بالنسبة للإنتاج. نحن نصدر سنوياً ما يقارب من 300,000 طن من الأسماك والأحياء البحرية. أقصد 300,000 طن هو الإنتاج، بينما نصدر حوالي 100,000 طن من الأسماك. هذه الثروة واعدة لكنها فعلاً تأثرت نتيجة الانقلاب التي قامت بها الميليشيا على الدولة واجتاحة المدن، فكان الصيادين من 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 الشرائح التي نالت الكثير من الأثر السلبي للأسف نتيجة هذا الانقلاب. من الصيادين شهداء، من الصيادين جرحى ومعاقين، ومن الصيادين من هم لا يزالون مختفين إلى اليوم في سجون الميليشيا الانقلابية. حتى المنشآت السمكية ومعدات الصيادين تأثرت بهذه الحرب، وكانت نسبة الإنتاج انخفضت أكثر من 70% في السنة الأولى للاجتياح. أيضا الصيادين نسبة كبيرة منهم منعوا عن ممارسة مهنتهم، مما انعكس أثر سلبي على معيشتهم فزاد من مستوى خط الفقر في التجمعات السمكية الساحلية. ما الذي حققته الحكومة متمثلة بوزارتكم يعني إيجاد حلول لهذه الأوضاع؟ في الحقيقة لا ندعي بأننا استطعنا بأن نلبي الطموح الذي هو موجود عند المواطن الصياد، لكن أعتقد أننا في الوزارة كنا من السباقين، ربما الوزارة الأولى التي فتحت مكتب لها في العاصمة المؤقتة عدن في المجمع السمكي الذي نحن فيه اليوم. ومن عام 2016 في أواخر عام 2016 انطلقنا بثلاث مسارات رئيسية. المسار الأول يتعلق بالبناء المؤسسي وتأهيل المنشآت السمكية الأساسية لاستئناف نشاط القطاع السمكي. الحمد لله استطعنا أن نعتمد 17 مشروع سمكي، نحن الآن في أنجزنا البعض منه والباقي الآخر في صدد إنجازه. رممنا مبنى الوزارة في عدن، أيضا المبنى الهندسي. أعدنا مشروع تربية الأحياء المائية، اعتمدنا والآن في بصدد تأهيل مركز الهيئة العامة للأبحاث، ثلاجة الدوكيار 800 طن، 2 مراكز إنزال في سقطرة، في صدد إنشاء 3 مراكز إنزال في محافظة المهرة.
5 مراكز إنزال تم الانتهاء منها بدعم من الأشقاء في الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي. هناك 3 مراكز إنزال انتهينا منها بدعم من الأصدقاء في النرويج. هناك 8 مشاريع سمكية كبيرة تم اعتمادها من الدولة ويجري الإعداد الآن لاستكمالها، منها كاسر أمواج في أحور، ميناء سمكي في شقرة، وكاسر أمواج في قصيعر، و2 كواسر أمواج في أرخبيل سقطرة. تم الانتهاء أيضا من إنشاء سوق أسماك في الحوطة وتم افتتاحه. نسعى الآن خلال 2020 لإنشاء سوق أسماك نموذجي في محافظة عدن. أيضا تم اعتماد ويجري إنشاء مركز الصادرات في الوديعة. هذه المنشآت ومنشآت أخرى لا زلنا في صدد عملية إنشائها. المسار الثاني تعويض الصيادين. إلى الآن عوضنا 1800 صياد بقارب ومحرك نصفها أو حوالي 700 قارب ومحرك بدعم حكومي، والباقي دعم الأشقاء في التحالف الأربع لأسهم المملكة العربية السعودية، ودعم أيضا منظمة الفاو وداعمين آخرين. المسار الثالث وعلى عجالة هو إعادة تنظيم عملية الإحصاء السمكي والرقابة البحرية. اعتمدنا في الأسبوع الماضي بدعم حكومي إنشاء شبكة معلومات بين 60 مركز إنزال سمكي وهيئة المصايد، وبين مركز معلومات سمكي أنشأنا في ديوان الوزارة. كما اعتمدنا أيضا إنشاء غرفة عمليات في الوزارة. 60 مركز إنزال سمكي متوزعين على نواحي المناطق المحررة تقصد أم نعم في العاصمة؟ نحن معنا لدينا 121 مركز إنزال سمكي على طول 10 محافظات ساحلية، 90% منها في المناطق المحررة، سواء في الجزء المحرر من حجة والجزء المحرر من محافظة الحديدة وفي 8 محافظات أخرى محررة. من 121 مركز إنزال الآن نفعل التشبيك والتواصل وربط شبكة معلومات لإيصال المعلومات عبر السحابة الإلكترونية. مباشرة سيكون إحصائيين وكوادر سمكية في 60 مركز إنزال إدخال المعلومات عبر أجهزة لو كفية توزع على هؤلاء الإحصائيين وسيدربون، ستصل مباشرة إلى مركز معلومات أنشأنا في ديوان الوزارة وتم إنشاؤه بدعم من الفاو. مباشرة كلما تم تداول سمكي في أي مركز إنزال سمكي الكمية والقيمة تصل إلى مركز الوزارة مباشرة مع المؤشرات الإيجابية أو المؤشرات السلبية، حتى نستطيع بأن نمتلك قياس ومعيار فوري ونتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. نعم سيادة الوزير، عادة ما يسمع المواطن بالعديد من المشاريع والعديد من الخطط، ولكن في العادة ما تقف شبكة الفساد المعروف دائما يعني بأن هناك في أغلب المؤسسات وبالأخص بعد 2015 أتكلم عن العاصمة المؤقتة عدن بأن هناك شبكة فساد لا تخفى على أحد. كيف يمكن أن تجهزون خطط لمقاومة شبكة الفساد هذه؟ وهل لمستم اليوم إلى اليوم من خلال عملكم في المشاريع وتطوير مجال الثروة السمكية هذا الفساد الذي نحن نتحدث عنه الآن؟ لا شك أن الوضع غير مثالي، سواء فيما يخص الانضباط الإداري أو فيما يخص حتى الضبط في عمليات الإدارة والمتابعة. الوضع جدا صعب والإرث ثقيل، وبناء المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن صعبته الكثير من المعوقات، معوقات تتعلق بجانب الأمن، معوقات تتعلق بجانب الدعم، معوقات تتعلق أيضا بالإمكانيات المتاحة لدى الحكومة الشرعية. ولكن مع هذا أغلب الوزارات وجميع المؤسسات بدأت تسير نحو التعافي. أستطيع أن أزعم بأننا في القطاع السمكي نعيش مرحلة تعافي تدريجي، ربما ليس كما ينتظر المواطن الذي هو في النهاية يريد خدمة، هو في النهاية يريد نتيجة قد تغيب عنه الكثير. هو يريد انخفاض أسعار السمك يصل هو إلى السوق. بالضبط هو يريد انخفاض أسعار السمك، يريد خدمات مختلفة، يريد توفر الوقود مثلا للصياد، يريد خدمة تداول سمكي في مراكز الإنزال متقدمة وفاعلة وسلسة. تغيب بعض الجزئيات المتعلقة بالمعوقات التي نواجهها عن المواطن. طبعا مش رايحين نحملها المسؤولية في القصور، ينبغي أن نبذل جهد أكبر. عملية ربط مراكز الإنزال السمكي بمركز المعلومات جزء يتعلق أيضا بمواجهة الخلل الذي كان يصاحب عمليات الإحصاء، ومن ثم ينعكس أيضا على عملية عوائد الدولة ودفعها.
عندما نوجد عملية تشبيك وتواصل وسلاسة معلومات مباشرة نستطيع بأن نحجم الكثير من التلاعب في هذا الجانب. عمليا نحن بحاجة إلى الكثير من تفعيل أجهزة الرقابة، أجهزة المتابعة، المحاسبة. هذا ما تبنته الحكومة الشرعية اليوم، وفي كل جلسة وفي كل برنامج هناك تقدم في الحد من هذه الاختلالات. قبل نصف عام أصدرتم قرار بإعادة الاستيراد وتصدير الأسماك، إلى اليوم كيف جرى هذا القرار وما هي نسبة الإيرادات والصادرات بالنسبة للأسماك؟ لله الحمد نحن استطعنا بأن نستأنف التصدير عبر منفذ الوديعة، عبر منفذ الشحن أيضا، عبر ميناء عدن وعبر ميناء المكلة. خسرنا إلى الآن التصدير، بدأنا التصدير عبر مطار عدن، خسرنا التصدير عبر مطار ريان للأسف إلى الآن، لأنه لم يفتح إلى الآن. ننتظر بفارغ الصبر افتتاح مطار الريان، لأنه كانت نسبة كبيرة من التصدير عبر المطارات. أيضا خسر تصدير الطازج. التصدير، عملية التصدير تعافت، ونستطيع بأن نقول عادت إلى ما كانت عليه، خاصة عبر المنافذ البرية. نحن وجهنا بل أنشأنا إدارات للصادرات لأول مرة في اليمن على المنافذ، إدارات مستقلة على المنافذ لمراقبة التصدير، وعملية التحصيل أيضا تكون في هذه المنافذ. بالنسبة للطازج، أعتقد نحن في العام الماضي حوالي 80,000 طن تصدير، سنتجاوز في 2019 100,000 طن. وصلنا نصدر إلى دول كثيرة، منها دول أوروبية، ونمتلك العلامة المعيار العالمي للتجاري للتصدير، وندخل إلى 13 دولة أوروبية. الأسماك اليمنية تدخل إلى الآن إلى 13 دولة أوروبية. مع الصعوبة التي نعانيها في عمليات النقل، في عملية التصدير، لكن استطعنا بأن نخترق هذا الطوق الصعب في الحقيقة. هناك العديد من المنشآت السمكية والبحرية التي تعاني من تهميش، على سبيل المثال معهد السمكي وكذلك الدوكيار ومعاهد أخرى موجودة، وكذلك لا يوجد تقريبا مركز للبحوث والدراسات تتعلق بالأسماك والبحار. لماذا لا تقومون بتنشيط هذه المعاهد وهذه المراكز والمنشآت؟ في الشهر الماضي اعتمدت 83 مليون ريال يمني لتأهيل هيئة أبحاث علوم البحار، تأهيل المبنى وتجهيز الأجهزة، كما اعتمدت 60 مليون ريال يمني لتأهيل مركز التلوث في البريقة، كما اعتمدت أيضا 70 مليون ريال يمني لتأهيل مركز تربية الأحياء المائية، وتم الانتهاء من 70% من عملية التأهيل. كل هذا يصب في مركز الأبحاث. والآن لدينا توأمة مع الأشقاء الأتراك أيضا في عملية التدريب والتأهيل، ومع الأشقاء في مصر أيضا لعملية أيضا التأهيل والتدريب، ومع اليابانيين عبر الجيكا. جزء كبير، يعني استطعنا أن أقول لك حوالي 30 أو 40% من الدعم الحكومي انصب في عملية الأبحاث. فيما يخص الدوكيار، أيضا الدوكيار غير مهمل. الحكومة اعتمدت 162 مليون ريال يمني لتأهيل مصانع الثلج وتأهيل ثلاجة الدوكيار 800 طن، وجاري العمل فيها الآن. كما أن الأصدقاء النرويجيين أهلوا الرصيف وأهلوا أيضا ساعات الحراك، والمركز يعمل، وبإمكانكم أيضا أن تزوروا الدوكيار خاصة في الصباح. حتى كان لنا زيارة له ولكن قبل عام تقريبا. الآن تزوروا خاصة في الصباح الباكر حتى تصلوا إلى الفترة التي يتم فيها تداول الأسماك. دور وزارتكم ودور الحكومة بشكل عام في الحفاظ على البيئة البحرية، يعني من ناحية البيئية نحن نتحدث، ماذا قدمت الوزارة؟ طبعا نحن في وزارة الثروة السمكية نعتمد على التقييم البيئي من هيئة الأبحاث وعلوم البحار فيما يتعلق بالأسماك. أيضا نأخذ بالاعتبار أي تقييمات بيئية أو أي بلاغات من جهات أخرى، سواء جهات رسمية أو غير رسمية، وننزل لجان للتأكد من هذا الأمر. ما يهمنا نحن في 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 وزارة الثروة السمكية هو الحفاظ على المخزون البحري، وأن لا يتعرض لي نتائج سلبية ناتجة عن التلوث. نحن نفعل، لدينا إدارتين رئيسيتين في هذا الجانب، الإدارة العامة للجودة، وهذه تعني بوضع مقاييس وشروط أساسية
المحرقين وفي مراكز إزالة السمكة وساحات الحراك، وأيضا لمسوقي الأسماك في أسواق الأسماك حتى يلتزمون بالجودة التي ينبغي بأن يتوفر في هذا المنتج. ولدينا لجان تنزل من هيئات المصايد في المحافظات بطريقة دورية، أو إذا ما لزم الأمر وتلقينا بلاغات من سوق من الأسواق. الإدارة الأخرى تتعلق بإدارة الرقابة والتفتيش. هذه الإدارة أيضا تعني بالنزول وبمراقبة عمليات التداول أيضا، وعملية الاصطياد أيضا، الصيد التقليدي أو حتى الصيد التجاري عندما نستأنف هذا النشاط. وهي تراقب هذه العمليات، عمل الصيد التجاري وغيره، من ألا يكون لها أثر سلبي على المخزون السمكي وعلى المراعي البحرية. هل لدى الوزارة منشآت ومعاهد خاصة بها؟ نأمل، نطمح بأن توجد أكاديمية بحرية في اليمن، وسنسعى مع الجهات المختصة لبلورة أفكار وبرنامج في هذا الاتجاه، لأنها ستخدم القطاع السمكي بالذات وسعة القطاع السمكي وشريحة الصيادين ومخرجات الأسماك تقتضي توفر هذه الكلية. نحن الآن نسعى اليوم عادنا وجهت باعتماد مصنع تعليب أسماك يعتبر خامس في اليمن. إلى الآن منذ الفترة التي كنت فيها أنا رخصت 3 مصانع تعليب أسماك، معنا فوق هذه المصانع 53 شركة تجميد ومحاضر ومعامل لتصدير الأسماك. هذا القطاع الكبير في الاستثمار يقتضي بأن توجد له كليات ومؤسسات علمية تتواكب مخرجاتها مع متطلباتها. الصيادون وكما ذكرت سيادة الوزير يعانون من العديد من المشاكل، خاصة في ظل وضع اللا استقرار الذي تعيشه البلد. ضمن هذه المشاكل المناطق البحرية المحظور الاصطياد فيها، ماذا يمكن أن تسهل الوزارة للصيادين بخصوص هذا الصدد؟ نحن على تواصل مستمر مع أشقاء في التحالف وعبر الحكومة طبعا وحين مباشرة، وحرصنا بأن بدأت هذه المناطق تتناقص، بدأت تتضايق، وبدأت أقصد تتضايق معنا أقصد أن المساحات التي يمنح للصياد فيها بدأت تكون صغيرة، ولا تزال موجودة ولا يزال جهد في هذا الجانب. إحنا متعاونين في تحديد هذه المناطق حرصا على سلامة الصيادين، ولا يكونوا في المناطق التي تعتبر هي عمليات حرب، حتى لا يتعرضوا للأخطار. وسنسعى ولازلنا نسعى بأن تحدد هذه المناطق بدقة وتكون مساحتها أقل مما كانت عليه، ونحرص بأن يتجنبها الصيادون حتى لا يتعرضوا لأخطار محدقة نتيجة الحرب. سيادة الوزير، اليوم باتت أسعار السمك جنونية، والمواطن في النهاية هو يبحث عن، يعني يسأل لماذا هذا السعر المرتفع يوما بعد آخر؟ أين هي الرقابة؟ أين هي الوزارة؟ ما دوركم أنتم في التخفيف من يعني من وطأة هذه الأسعار المهولة للسمك؟ هي فعلا مبالغ فيها بشكل كبير، دوركم أنتم في التخفيف من هذه الأسعار أو على الأقل فرض رقابة عليها؟ لماذا الأسعار مرتفعة؟ طبعا عوامل وأسباب ارتفاع أسعار الأسماك كثيرة، منها ما يتعلق بمحدودية التداول أي ندرة الأسماك. لماذا الأسماك نادرة؟ أحيانا الأمر يتعلق بالموسم، بعض المواسم تتوفر فيها الأسماك، وهو أمر يتعلق بالطقس نفسه وبطبيعة البحر. بعض المواسم تتوفر فيها الأسماك، وبالتالي عرض وطلب ينزل سعرها. بعض المواسم تكون صعبة والبحر مضطرب ويصعب على الصيادين الاصطياد أو حتى الاصطياد في مساحات كبيرة، وهناك محدودية لعملية الصيد تنخفض العملية. أحيانا فعلا هذا الانخفاض ينتج عن سوء التوزيع بين المحافظات، وهو أمر لا يتعلق بوزارة الثروة السمكية فقط ولكن يتعلق بجهات أخرى. ما هي هذه الجهات؟ هناك فهم أنا أعتبره خاطئ، ولما أقول خاطئ ليس دفاعاً عن الوزارة، ولكن حتى تتحدد المشكلة وتتحدد الحلول أيضاً. ليس من وظيفة وزارة الثروة السمكية تحديد أسعار السمك، من وظيفة وزارة الثروة السمكية أولاً الحفاظ على المخزون السمكي وتنميته.
وظيفة وزارة الثروة السمكية إدارة عملية الصيد، اللي هو توفير بيئة، أقصد بيئة في الدعم مناسبة للصياد ليصطاد، وإدارة عملية تداول الأسماك في مراكز الإنزال السمكي، وفي القانون عملية تداول الأسماك في القانون، طبعا قانون الصيد لعام 2006 تخضع عملية تداول الأسماك للمزاد العلني، معنى يتقدم مجموعة من الباعة ويحصل مزاد في هذه الأسماك، من منهم يضيف قيمة أكثر. لا أستطيع أنا كوزير أن أوجه إلى مراكز الإنزال السمكي بتحديد سعر السمك كل يوم وعلى الصياد بأن يبيع بهذا السعر، هذا مخالف القانون. بالعكس، القانون يضمن للصياد حرية بيع السمك بالمزاد العلني بين أكثر من مشتري. ومع هذا لو نزلتم، وأنتم انزلوا إلى مراكز الإنزال السمكي ويريدكم بأن تقيسوا كم سعر كيلو ثمت أو كم سعر الحوت، وزعوا بعدين على الكيلو معرفة وزنه في مركز الإنزال السمكي أو ساعة الحراك، ثم ذهبوا مباشرة إلى سوق الأسماك في المدينة وعملوا قياس فقط وتناسب ما بين سعره في مركز الإنزال السمكي وبين سعره مباشرة في عند البائع الذي يبيع بالتجزية على المواطنين، سنجد أنه بيقفز أحياناً 300%. الإشكالية هناك غالباً، وليست الإشكالية أمام الصياد، لا زال الصياد يقبض ثمن معقول بالنسبة للسمك، ولكن الإشكالية في الوسيط ما بين الصياد وما بين المستهلك. من هي الجهة المخولة لعمل رقابة؟ أكيد البلديات، السلطات المحلية، التجارة والصناعة، وسلطات أخرى رقابية تتعلق بهذا الأمر. يفترض مثل ما يتم عملية رقابة ونزول إلى محلات بيع بقية المواد، يتم النزول إلى محلات بيع الأسماك وتخضع في الإجراءات التي يخضع لها تجار وباعة بقية المواد. وزارة الثروة السمكية لها دور مساند في هذا الأمر، نحن مستعدين. دورنا الأساسي في الأسواق الخارجية، أسواق بيع الأسماك بالتجزية على المواطنين، الدور الذي نحن نحرص عليه بأن تكون هذه الأسماك صالحة وتمتلك جودة عالية حتى تكون نافعة لي كغذاء للمواطن. وهذا الأمر كلما تلقينا بلاغ، ومع هذا ننزل لجان دورية تقيس مستوى جودة الأسماك حتى تضمن من صلاحيتها. ومع هذا لا نزال غير راضيين في الحقيقة على الأسواق الحالية الآن، وعندنا خطة لإيجاد سوق مركزي نموذجي في محافظة عدن، وقد عملنا فيه دراسات، ونحن الآن نقدمه للقطاع الخاص إذا أراد أن يساهم فيه، وقدمناه للحكومة. سوق مركزي كبير يقدم الأسماك بطريقة نظيفة وطريقة صحية حتى يستطيع المواطن أن يحصل عليها وهو مطمئن المال بأنها صالحة. ولكن سنساند هذه الجهات في عملية ضبط الأسعار فيما أرادوا من إحصاءات، فيما أرادوا من تقييم جودة الأسماك، ولكننا لسنا المسؤولين الرئيسيين عن سعر الأسماك. نحن مسؤولين عن شيء واحد، إذا كانت ندرة الأسماك فعلا، يعني لو حصل أن الأسماك ظهرت بأنها نادرة في موسم يفترض بأن تكون فيه متوفرة، هذا المسؤولية تقع علينا، وسنعمل دراسة وأبحاث وتقارير لماذا انعدمت. وإذا كان الإشكال ناتج عن نشاط الصيد، معنيين بحل هذه الإشكالية. أما السعر الذي يرتفع في سوق الأسماك في خارج الساحل في المدن، ينبغي على جهات أخرى. سيدة الوزير، أريد أن أسألكم عن علاقة الوزارة بالصيادين والجمعيات، وهل يتم دفع الضرائب المفروضة من قبل الجمعيات أو الصيادين للوزارة؟ كانت عوائد الدولة 3%، يمكن لأكثر من 10 سنوات معطلة للأسف الشديد، ونتيجة ظروف مختلفة كثيرة قد لا يحتمل اللقاء هذا والوقت لذكرها. ومنذ أن بدأنا في الوزارة ووصلنا إلى الوزارة حاولنا على تفعيلها. حاليا صدر مرة ثانية توجيه من رئيس الوزراء بتفعيل عوائد الدولة. طبعا عوائد الدولة المتعلقة بعوائد الصادرات منتظمة، مستمرة ومنتظمة إلى خزينة الدولة. الإشكالية تتعلق بدفع 3% من الصيد التقليدي، وهي إيرادات مركزية ليست للوزارة ولا للسلطات المحلية. حاليا يجري عملية تفعيل هذه العوائد، وهناك استجابة كثيرة من بعض الجمعيات ومن بعض المحافظات، ويجري الآن عمل يومي في الجلوس
مع الاتحاد السمكي، مع الجمعيات، عندنا لقاءات دورية، وأيضا مع الجهات المختصة في هذا الجانب. عملية تفعيل مراكز الإنزال اليوم وإعادة إدارة الدولة، كانت إدارة الدولة خارج مراكز الإنزال، عدنا الآن إدارة الدولة لهذه مراكز الإنزال وكوادر التحصيل وكوادر الإحصاء وكوادر الرقابة والتفتيش. قبل يومين اختتمنا دورة في هذا الجانب، وسنعمل نفس الدورة في محافظات أخرى. اليوم نحن لدينا مشروع سنقدم لمجلس الوزراء لتخصيص 20% من هذه العوائد للسلطات المحلية، حتى تكون هناك استفادة للسلطات المحلية ويكون في تعاون بينها وبين الوزارة وبين وزارة المالية. سيادة الوزير أستاذ فهد كفاين، وزير الثروة السمكية اليمني، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. من جمال المولى جل وعلا استقت جمالها لتكون من أجمل البحار في العالم وأكثرها من حيث الثروات الطبيعية. لمدينة عدن قطاع بحري واسع يمتاز بموقعه الاستراتيجي ومناخه المتنوع وبيئته الغنية بالموارد والأحياء البحرية. على امتداد رقعة الأرض يحتفظ خليج عدن بشريط ساحلي متصل شرقاً بالبحر العربي وغرباً بالبحر الأحمر حتى منتهى الحدود اليمنية مع الجارة السعودية. يحظى القطاع البحري في عدن بمواقع ومراكز استراتيجية تمتزج فيها جمال الطبيعة وخصائص الجغرافيا الفريدة. تكتسب المدينة أهميتها السياحية من شواطئها الدافئة ومنتجعاتها الجميلة التي لا يملها الزائرون طوال العام حتى في غير مواسم الاستجمام. سواحل صخرية يتخلل البعض منها خلجان رملية تشكلت في مواسم الرياح الجنوبية الغربية وآخر الربيع وبداية الصيف. أكثر من 20 جزيرة حول شبه جزيرتي عدن وعدن الصغرى ورأس عمران هي في الغالب جزر صخرية تحيط بجزء منها شعاب مرجانية تجعل منها مواقعا لتكاثر الأحياء البحرية وتواجد النادر والثمين منها. تصنف اليمن ضمن الدول الغنية بالأسماك والأحياء البحرية وفي مصاف البلدان ذات الاكتفاء الذاتي، غير أن الحرب التي تدخل عامها الخامس أثرت كثيراً على هذا القطاع وعطلت نشاطه الإيرادي. يعد خليج عدن أحد الموارد الحيوية للإنسان ومصدر من مصادر ثروته المتنوعة في الكائنات البحرية النادرة، ما جعله الأكثر أهمية في شريط ساحلي وطني يتجاوز طوله 2500 كيلومتر. موارد بحرية متجددة تشكل مرتعاً خصباً للتنوع السمكي وأصناف الأحياء البحرية التي تمثل مصدراً لثروة اقتصادية واعدة
لو تم استغلالها بالشكل المطلوب. هذا التنوع البحري يتطلب استثماراً منظماً ومتطوراً يأخذ في الاعتبار حماية البيئة البحرية وأحيائها المهددة بالتلوث ووسائل الاصطياد غير المشروعة. الحمادي إعلامية استطاعت من خلال حبها للإعلام أن تتجاوز العديد من الصعوبات التي بدأت معها العمل في مجال الإعلام، وهي تسير بخطى واثقة نحو الطريق الذي اختارت. رانيا محمد فارع الحمادي تخرجت من الثانوية العامة قبيل الحرب لتخوض غمار الإعلام في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، مدفوعة بحب الوطن وعشق التخصص. خريجة إعلام بكالوريوس قسم إذاعة وتلفزيون في عام 2014 قبل الحرب 5 أشهر، معدة برامج بقناة عدن، عملت إعداد مشارك مع كبار الشخصيات في قناة عدن منهم الأستاذ صالح الوحيشي والأستاذ فهد، وبعد ذلك عملت في برنامج أسهم الخير الخاص بالسرطانات، أيضا كمان عملت معاً للمعرفة مع تقديمك أنتي سارة، وبعد ذلك دخول الحوتة فانقطعنا عن القناة واتجهنا إلى الأشغال الخاصة كما أنتي رأيت يعني، فأصبحت عضو التحرير والنشر في مجلة سنابل الأمل لذوي الإعاقة، وحاليا ما زلت معهم وأيضا مسؤولة الاتصال والتواصل في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. على الرغم من عدم تقبل أسرة رانيا لمجال الإعلام، إلا أن حبها وتعلقها به قادها إليه بكل ما لديها من مواهب وقدرات، دفعتها نحو المضي قدما في الطريق الذي اختارت. بدايتي في دخول الإعلام طبعاً كانت هناك معارضة من قبل الوالدة وكذلك أخي، لكن حباً وشغفاً يعني في من كثر ما أسمع خالتي إنها تحببتني في الإعلام وقالت لي إذا تشتي وظيفة، الآن حالياً المجال واسع في مجال الإعلام، فحاولي إنك تدخلي مجال الإعلام رغم إني قدمت إدارة أعمال ومحاسبة، ومع ذلك قبل الامتحان في 5 أيام دخلت الإعلام ونجحت وحصلت على المرتبة 5. تعمل رانيا اليوم في مجال التحرير والنشر في مجلة سنابل الأمل، بالإضافة إلى كونها مسؤولة الاتصال والتواصل في مؤسسة التنمية، وهي مؤسسة تعنى بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية. مؤسسة التنمية دي المؤسسة طبعاً تهدف من الناس اللي تعاني من اضطرابات نفسية، من قلق، اكتئاب، وسواس قهري. المؤسسة جدا رائعة، تعمل على تقديم خدمة الدواء والعلاج المجاني، ولدينا خط الاستشارات 136 في حالة انه يعني مثلا يستصعب انه المجيء، في ناس حالات تجي نحن من أبيان ولحق تقول نحن ما نقدرش نجي للمؤسسة بعيد على نحن، فيفضل انكم تكون معاكم حاجة او انه نحن نعمل نزول لهم ما بين فترة وفترة. ايضا كمان قلت خط الاستشارات في يجاوبونا مختصين بهذا الشأن. ارتبط المجال الإعلامي لرانيا بذوي الاحتياجات الخاصة، إذ قادتها الأقدار للعمل مع هذه الشريحة المجتمعية في محاولة منها لإيصال صوتها إلى العالم ومحاولة لفت الأنظار إلى معاناتهم الحياتية. في بداية مشواري كنت أعاني أني ما وجدتش عمل، فقدمت على أكثر من قنوات فكانت تطلب التقديم مع الإعداد، وأنا كنت أرفض أنني أظهر، قلت لك لأنه الأهل كانوا معارضين وكذا، بس بعد كذا فترة يعني صديقتي أنوار العبدلي زميلتي من لحق، هي مراسلة ذوي الاحتياجات الخاصة في لحق، قامت
بإعراضها لفكرة قالت لي هي طبعاً المجلة طوعية ما ليش أي مقابل، إذا بتشتغلي معانا كان بها بتكوني أنت مراسلتهم من عدن. حبت الفكرة رغم أني كنت لا أجيد الكتابة في التقارير الصحفية لا أنكر ذلك، فكان كل طموحات التلفزيون يعني تنزل تقطي حاجة من كده تكتبي النص يظهر لك على ريبورتاج، فكنت أعاني أحصل صعوبة في الكتابة التقارير الصحفية. بعد ذلك أنوار علمتني، كانت كل ما أجيب أخبار تقول لي فين كده وفين كده، وكنت أقرأ أبحث أطلع كل ما حد بينشر من الصحفيين الكبار أجلس أقرأ له بحيث أنها تكون عندي خلفية. بعد ذلك الحمد لله كمان رئيس المجلة الأستاذ فوزي بن يوسف الدعيليج قام على يعني تحفيزي تشجيعي، مسابقات كنت أحصل على عدة مسابقات فكنت دائما أشارك فيها، وحصلت كمان على مسابقة في قصة نجاح للمعاق صلاح عوض، والحمد لله حصلت على المرتبة الأولى كانت بصوت أختك حنين الطيب ومجموعة من الشباب عدنان المصور وريحانة كذلك والزميل رعد الريمي، فكانت هي من فكرتي وحبيت هذا. وبعد ذلك دخلت خط المجال التلفزيوني، حبيت اني حبيت الظهور بكده. فبعد كده اهلي بداوا يتقبلوا فكره اني اكون يعني اظهر. عمدت رانيا الحمادي الى التطوير من مهاراتها وقدراتها الاعلاميه بشكل دائم، فالإعلام بالنسبة لها مجال ذا أفق واسع وفي تطور مستمر وملحوظ، وتفتخر بمهنتها والوسط الذي تعمل فيه. مجاله حلو جداً وبنصح أي واحد لسه عاده بيدخل على الجامعة بقول له ادخل إعلام، لأنه صار مجاله واسع في أي قنوات صارت ما شاء الله. عندنا الإذاعات مثل بندر عدن، هنا عدن معك إذاعة لنا، وكمان قنوات الآن فتحت وإذاعة الأثير، فلذلك ما شاء الله يعني صارت الآن المجال الإعلام له أفق كثيرة فأنصحهم يدخلوها. فحبيت الإعلام بصراحة. عملها مع ذوي الاحتياجات الخاصة ساعدها على فهمهم بصورة أكبر والتعلق بهم أكثر، وتسعى إلى إيجاد مستوصف خاص بهذه الشريحة ويعمل بكادر طبي من ذوي الاحتياجات الخاصة. من حبي وشغفي لذوي الاحتياجات الخاصة أو ما يسمى بذوي الهمم، أحب أعمل في خطط مستقبلية مستوصف خاص فيهم. طبعاً الكادر اللي عمل فيهم يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة والعائد كمان يكون لهم. بتمنى ذلك، بتمنى من جهة الدعم تدعمني زي الهلال الأحمر الإماراتي. طبعاً ما أنكرش إني اشتغلت فترة في الهلال الأحمر الإماراتي في إطاري في ذوي الاحتياجات الخاصة، وعملت كمان على أوبرة للصم شاركت فيه من قبل مؤسسة التنمية اللي قامت بتدريب الأستاذة إيمان وكذلك الأستاذة أريد، كانت أوبرة لأغنية الفنانة أنغام كلها عن ذوي الاحتياجات الخاصة في لغة الإشارة، والحمد لله حصلت على عدة دورات منها في لغة الإشارة مع الأستاذة إيمان زي ما قلت لك، وحصل على عدة شهادات منها في سنابل الأمل، منها كمان في جمعية التعايش الاجتماعي، جمعية الحياة للتدخل المبكر، كل دي تحت جمعيات إطار ذوي الاحتياجات الخاصة. مشاهدينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.